الرايات اندفاع موفقة سيداتي سادتي لجهة وفرس الثلاث سنوات الباحثة عن انتصارها الأول. هنا تذهبها تأخرت في الانطلاقة، هنا اندفاع والصدارة لسندي يتقدم من الداخل من الخارج في تيفل سبريكس، يبدأ القدوم بنصف رقبة إلى الصدر المركزي الأول برفقة السندي. من يأتي من القادم؟ محاولة سيرفالت يأتي للقدوم أيضا مع محاولات وهاج أيضا للدخول وكذلك قواص. هنا نتابع في تيفل سبريكس هذه المرة في المنتصف برفقة السندي من الداخل، وأيضا سيرفالت يحاول برفقة وهاج. هنا أيضا محاولات حيدرة للقدوم برفقة ومحاولات أيضا لمد الوصيل. قواصر اندفاع انتزاع الصدارة، قواصر تتقدم للمرتبة الأولى، مطاردة حيدرة في المركز الثاني. من يباغت أيضا محاولات غاي للقدوم تأتي في المرتبة الرابعة. قواصر إذا تذهب سيداتي سادتي إلى الانتصار الأول في سجلها السباقي. ابنة فيرست ديفنس تقدم نفسها بشكل رائع وجميل مع المشاركة الرسمية الرابعة، تحقق انتصارها الأول.